اسمع الكتاب مع فارس بن شويلح. اسمع الكتاب. مرحبا بكم في اسمع الكتاب. اليوم باش نهزكم في رحلة للقطب الجنوبي بالتحديد في أنتاركتيكا، وين فما مكتشف عام 1914 اسمه إغناس شاكلتون، أصله بريطاني، قرر أنه يكتشف هو الفريق نتاعو بلاصة مش معروفة في الفترة هذيك، وتسميت الإكسبيديسيون دو لونديورانس ولا دي إندورانس إكسبيديشن. الحكاية متاعنا متاع سير إرنس شاكلتون ولات موديل يتقرى في أكبر الجامعات كيما أوكسفورد وكامبريدج، وسمى من وقتها شاكلتون The Leader with the Mother's Heart، وإلا القائد بقلب الأم. ويبقى السؤال، علاش رحلة شاكلتون مع الفريق متاعو الأنتاركتيكا ولات موديل متاع ليدرشيب تخيز انسبيران رغم عمرها أكثر من 100 سنة، وعلاش الملكة فيكتوريا في الفترة هذيك عطاته لقب سير؟ اليوم نحكي لكم على كتاب اسمه ليدرشيب سو زيرو دوغري بقلم دونيس بيركنز، اللي حاول يدرس رحلات المكتشف سير إرنس شاكلتون واستخلص منها 10 دروس كبار في عالم القيادة. أول حاجة لازمنا نعرفها إنه الإعلان على الرحلة ما كانش سهل، واللي كان أصعب هو إنه شاكلتون يلم الفريق متاع المغامرة المخترة هذه، بما إنه الكاستينج صعيب وأمام طون فيها برشا ريسك وما فما حتى جارونتي. ديجا الإعلان فيه مساجات من نوع هذا، حاجتنا ببحارة قويين شجعان باش نمشي ونكتشفوا عالم جديد، المرواح مش مضمون والخلاص شوية. ياخي لقى روحه مع مجرمين وهربين من العدالة، قالوا نموتوا في البحر مع شاكلتون ولا في السجون البريطانية. الرحلة بدأت والحكاية تواصلت في وسط البتو، والسر كيفاش سير إرنس شاكلتون كان ينجم يوفق ويخلي العلاقات طيبة ويبعد النزاعات والخلافات بين أنماط شخصيات صعيبة ويحبوا المشاكل في طقس وظروف مناخية اختيرة برشا. الأقوى أنه كي وصلوا للأنتاركتيك المفاجأة كانت، ولا خلينا نسميوها المفاجأة، البتو سكر عليه الثلج مشيرات الكل ولقاو رواحهم بريزوني دو لا بونكيز. كيفاش سير إرنس شاكلتون نظم العيشة في وسط الفريق في ظروف قاسية وعمل الكومبينج متاعهم وعاشوا لمدة أسابيع مع بعضهم وخرجوا منها سلامات وروح بهم الكل، وهذا الكل بفضل الخبرة والقيادة متاع الكابيتان. الأسرار هذه كل نكتشفوها في كتابنا ليدرشيب سو زيرو دوغري دو دونيس بيركنز عن دار نشر تريزور كاشي، وفيه 233 صفحة. اسمع الكتاب. مصيم في برنامجكم حتى للتسعة بتاع الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. فاصل قصير، راجعين معاه لبن وفيديو جوخ وسامة. نحكي لي